السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، والرضا الأتم الأكمل عن الآل والأصحاب الذين ساروا على نهج الصواب وبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة هذا الدين. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، واجعلنا امتدادا لهم، وحققنا وخلقنا بما كانوا عليه يا رب السماوات والأراضين. وبعد، أيها الأحبة، فلقاؤنا لهذا اليوم يحمل عنوان: هل المهدي على الأبواب؟ وإنما جعلت العنوان بصيغة الاستفهام، لأن هذه المسألة جرى فيها لغط كثير وكلام طويل وآراء متعددة، واختلف الناس فيها اختلافا بينا واضحا، وأجلبت على أمتنا مزيدا من صور الفرقة والتنازع في الوقت الذي تحتاج إليه الأمة إلى الوحدة واللقاء والتعاضد والتساند. أمور لا بد من بيانها قبل أن ندخل في صلب الموضوع الذي أردت أن أوصله إلى حضراتكم وإلى الأمة من خلال هذا الخطاب. أولا، أيها الأحبة، مسألة المهدي مسألة مفصولة ومنتهية، فنحن ممن يعتقد بوجوده وممن يعتقد بظهوره ولا بد، وأنه رجل يحمله الله سبحانه وتعالى مسؤولية قيادة أحرار الأمة وغربائها، وهم صفة من أبناء لا إله إلا الله، قليل عددهم، بسيط عتادهم، وعلى يديه يجري الله الملاحم، ويملأ الله سبحانه وتعالى الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. والمهدي رجل قيادة وليس رجل إصلاح، فلن يكون لهذا الرجل الذي بشرنا بظهوره في أحداث آخر الزمان لن يكون له أي دور إصلاحي. فمنذ اللحظة الأولى من ظهوره يظهر للقيادة، ويقود من؟ يقود أحرارا وشرفاء من الغرباء قد أعدوا لأن يكونوا من جنده وأنصاره. ولهذا هناك من يمهد للمهدي قبل ظهوره، والرجل أي المهدي حينما يقود هؤلاء الصفوة وهؤلاء القلة من أبناء الأمة يؤيده المولى سبحانه وتعالى بالمؤيدات الغيبية وبخوارق العادات، ويعوض له النقص في جبهته، وهو الذي سيتحرك لمواجهة قوى الظلم والطغيان والكفر والشرك والعتو والإلحاد على مستوى العالم. يعوض الله النقص في العدد والعتاد بجنود من عنده هو أعلم بها سبحانه، وبصور من صور النصر والتأييد، على رأسها وأبرزها أنه عندما يتحرك أي المهدي
يقذف المولى سبحانه وتعالى بين يديه الرعب فلا يلقاه أحد إلا غلب، ولا يقاتله أحد إلا هزم. فهذا الرجل لا بد من ظهوره من خلال تواتر النصوص التي أكدت هذا الظهور، وسنمر عليها فيما سنمر من حديث إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن الذي يهمنا أيضا بأن المهدي كرجل واحد أي كفرد لا يستطيع أن يفعل شيئا إن لم يكن هناك من يعضده ويؤيده ويناصره، أي أن ظهور المهدي مرتبط بتشكيل هذه الكوادر المؤمنة وأولئك النخب من غرباء الأمة الذين يحملون العقيدة الصحيحة السليمة والذين ينضبطون بضابط الكتاب والسنة، يستعدون يكونون متهيئين لنصرته. فحينما يوجد المحل الذين هم هؤلاء يعجل الله سبحانه وتعالى بظهور هذا الرجل. ونحن نعلم بأن من سنن الله سبحانه وتعالى أنه ربط نصر أبناء هذه الأمة على مسألة الجماعة، ولم تكن القضية مسألة أفراد يملك من القوى وخارقات العادة ما يغير به معالم الفساد والإفساد من حولهم، وإلا لاختل نظام التكليف ولاختل أساس الوجود الذي أقامه الله سبحانه وتعالى على الاختبار وعلى المدافعة، وإلا لما تميز صادق من كاذب ولا محق من مبطل ولا خبيث من طيب. فنصر المولى سبحانه وتعالى لهذه الأمة قائم على مسألة الجماعة، فمتى ما قامت الجماعة المؤمنة على مواصفات الله التي يريدها سبحانه وتعالى منضبطة وسائل وغايات بما أمر الله وشرع، حينها يعجل الله عز وجل بنصر هؤلاء سواء بالمهدي أو بغيره، ولكن النصر الذي يأتي مع الجماعة التي تناصر المهدي هو نصر ختامي ونصر كوني ونصر عالمي. وعلى هذا تفرح الأمة حينما تسمع أنباء هذا الرجل وتستبشر به كثيرا. نقطة أخرى أريد بيانها أيها الأحبة، بأن مسألة ظهور المهدي ليس لها ضابط واضح يعتمد عليه، إنما ترك الأمر فيه عماء وعدم وضوح، وهذا حتى لا تتواكل الأمة وتركن إلى هذه المسألة. فلو علم أبناء الأمة ضمن شروط محددة أو أوصاف معلومة تماما بأن المهدي سيظهر من خلالها لقعدوا وتركوا العمل واتكلوا على ظهور هذا الرجل. فشاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل مسألة الظهور غير واضحة ولا يملك أحد فيها فصلا، لكي تبقى الأمة على أهبة الاستعداد والإعداد، ولكي تبقى فيها روح المقاومة للدفاع عن نفسها وأرضها وعرضها ومجابهة أعدائها وظالميها. ولذلك لا يملك أحد البتة أن يجزم بمسألة ظهور المهدي وتحديد وقت محدد لهذا، ومن تجرأ واجتهد وخاض غمار هذه المسألة أخطأ خطأ بينا فاحشا يرد عليه، ولا نقبل منه هذا، لأن أغلب ما قرأت من كتب وأبحاث في هذه القضية رأيت أن هناك من الثغرات التي
تضعف البحث او الكتاب ما يسقطه اصلا. ورأيت ان هناك من الردود ما يكفي ويفي لاسقاط اجتهاد هؤلاء واجتهاد ما حددوه وبينوه من امر ظهور المهدي. فاذا كل من خاض هذه المسألة وتكلم عنها فتكلم بظن وتكلم بوهم وتكلم باجتهاد، ملك شيئا من الحقيقة وغابت عنه أشياء وأشياء. فمسألة التحديد والفصل مسألة مردودة على أصحابها. ونقطة ثالثة، إن مسألة المنامات والإلهامات والإشارات التي يدعيها البعض بأنها دليل عنده على قرب ظهور المهدي أو على أنه المهدي أو على أن فلانا هو المهدي، كل هذا من الدخن وكل هذا من الشطح وكل هذا من التخيلات الشيطانية والوساوس النفسية التي لا تصلح أبدا أن تعتمد دليلا. فمسألة بهذه الخطورة وبهذه الحساسية لا يمكن أن يفصل أمرها برؤية ولا بمنام ولا بإلهام ولا بإشارة ولا 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 بأي حالة من حالات الخيال المجنح التي يدعيها أغلب هؤلاء. فلقد رأيت أبحاثا كاملة بناها أصحابها على رؤيا أو على منام أو على إلهام أو إشارة جاءتهم من الغيب وهم جلوس يتأملون هذه المسألة، وكل هذا رد على أصحابه. ونحن مسائل الغيب لا نفصل فيها إلا بالدليل القطعي الواضح البين الذي لا لبس فيه ولا عماء ولا غباش. فأخطأ أولئك المتوهمون وأخطأ أصحاب الخيال المجنح وأخطأ أصحاب الرؤى المدعات في هذه المسألة، وإن كانت بعض الرؤى فيها نوع من الحق أيها الأحباء. ومسألة أخرى أريد بيانها للأمة في هذه المسألة الحساسة، بأن في الآونة الأخيرة كثر الكلام عن ظهور المهدي، ووصل الأمر بالكثيرين إلى الجزم بأن فلانا بعينه هو المهدي، أو أن المهدي ولد وصار عمره 20 عام أو 30 عام، وأن وأن وأن. أحب أن أبين لكم بأن هذه المسألة تكررت في كل عصر ومصر، يعني على مر التاريخ في كل مرحلة زمنية كانت تظهر هناك طفرة وموجة تظهر حينما تعصر الأمة وتحاصر. فكلما ضاق الخناق على الأمة تبحث عن خلاصها بالغيب مع القعود، وتريد أن يفرج الله عز وجل عنها بالأماني بالأماني والأحلام دون أن تبذل من نفسها ضريبة الدفع والمدافعة والجهاد والمواجهة، فتركن مباشرة إلى مسائل الغيب. فهذا يقول المهدي ولد، وهذا يقول عيسى صار في السماء الأولى نزل من السماء الرابعة أو الثالثة، وذاك رأى رؤيا، وهذا وعده الخضر بنصر من صور النصر، وهذا وهذا. تجد الأمة في ساعات اعتصارها وخناقها وذلها وعدم وجود روح مقاومة تنهض بها، وفي أيام ضعفها وانكسارها تلجأ الأمة مباشرة إلى مسائل الغيب تستجلبها، وإلى هذه القضايا تنبش عنها لعلها تجد فيها أملا وسلوى وتبرر من خلالها القعود والتواكل. وهذه مسألة خطيرة جدا. فمن قرأ التاريخ يعلم أن الأمة في زمن الحروب الصليبية ثارت عندها قضية المهدي، وادعى أكثر من رجل أنه المهدي. وفي زمن هجمة التتار ظهر عشرات ادعى كل منهم أنه المهدي. وفي زمن الاستعمار الاحتلال الحديث الذي سيطر على بلاد العرب والمسلمين قامت أكثر من ثورة باسم المهدي، وعلى رأسها ثورة المهدي في السودان
الذي ادعى انه المهدي وناصره الاف من الناس وحقق انتصارات ساحقة على قوى المحتل. الامة تلجأ في زمان حصارها وضعفها الى هذه المسألة، والان نحن ما استطعنا ان نرد على هجمة بوش وعلى مجازر شارون الا بالهروب الى هذه القضايا الغيبية المستقبلية، ننبش عنها ونحركها، نجد فيها سلوة، نفرج فيها بعض القهر الذي نعيش، ونبرر من خلالها قعودنا وسكوتنا وصمتنا وعجزنا وذلنا وضعفنا. فالمسألة إذن مسألة مكررة أيها الأحبة، ومكررة في كل عصر ومصر، خصوصا في زمن الخناق وزمن النكبات والأزمات. في الآونة الأخيرة تحرك عدد من أولئك الموتورين المغفلين وادعى كل منهم أنه المهدي المنتظر، ويشهد الله أنا شخصيا أعرف خمسا منهم، أعرف خمسا منهم في مدينة حلب فقط. فأبشروا يا أهل حلب، بدل مهدي واحد عندكم خمسة، فإذا تبا لأمريكا بهؤلاء ومن خلالهم. فالمسألة إذن أنا الآن وأنتم موجودين هناك خمسة في مدينة حلب، كل منهم يدعي أنه المهدي. فالمسألة إذن كثيرة، وإذا أردنا أن نتوسع أكثر فلا يمر يوم أو أيام إلا ونسمع في محافظة من المحافظات ظهر مهدي، أو في دولة من الدول ظهر مهدي، ويقف الإنسان محتار من ناحية ويضحك ملء يعني شدقيه من ناحية أخرى على هذه المهزلة وعلى هذه القضية المضحكة. فإذا التركيز في هذه اللحظات الأخيرة والأيام الأخيرة على مسألة المهدي تركيز مفضوح ومكشوف، وقد استبان عواره وانكشفت سوآته أي أحبتي. فهؤلاء الأدعياء كلهم واهمون أو متوهمون، أو أن من حولهم هو الذي شجعهم على عرض هذه المسألة من خلال ما يكرر عليهم من رؤى ورؤى. فيأتي كل يوم واحد من مريدين هذا الرجل يقول له رأيت في الرؤيا أنك المهدي، تزلفا إلى شيخه وتقربا، ولعله ينال نصيبا عنده أو يحظى بمقام التشاويشية لديه. فلذلك يعني يختلق هذه الرؤيا على هذا الرجل، فبتكرر الرؤى وبتعددها يكذف الشيطان في قلبه بأنه يمكن أن يكون كذلك، فيصيبه الغرور فيدعي ما يدعي جهلا وعلى غير ضوابط من الشريعة. فإذا مسألة المهدي وظهور المهدي مسألة نحتاج فيها للتركيز. بلغت الوقاحة والجرأة في بعض الإخوة ممن يرتادون مسجدنا إلى أن يدعوا من ضمن ادعاءات كثيرة بأنني أنا شخصيا يمكن أن أكون المهدي، وروجوا هذا في منطقة من المناطق، وإني أبرأ إلى الله من ذلك، وإني أبرأ من هؤلاء الذين يروجون مثل هذا، وهذا مردود عندنا ومرفوض. نحن جنود الله نقوم على أمر الله، فإن شاء المهدي يظهر فليظهر، وإن شاء فليرتح، فنحن نقوم على أمر الله سبحانه وتعالى حتى نلقاه. فمسألة نصرة ديننا وقيامنا على أمر ربنا وجهادنا لأعدائنا لا ترتبط بعيسى ولا بالمهدي، إنما برب عيسى والمهدي. فإن ظهر ونحن أحياء فنحن خير جند وخير أنصار وخير من يؤيد، وإن ظهر ونحن لسنا في الحياة فحسبنا أننا زرعنا في قلوب الأجيال من بعدنا نصرة الحق وأهله، سواء تجسدت في المهدي أو عيسى أو غيرهما. وحسبنا بأننا عبدنا طريق الأحرار أمتارا يسير عليه الأجيال من بعدنا نصرة لهذا الدين ونصرة لربنا سبحانه وتعالى. فالمسألة يجب أن تضبط بالضوابط الشرعية وبالضوابط القطعية، ولا نسمح العبث ولا اللعب في هكذا مسألة خطيرة وحساسة. وأمر
أخير أود بيانه أيها الأحبة، لا يمكن أن يظهر المهدي حتى يصبح كل منا مهدي، يحمل عزم المهدي، يحمل مشروع المهدي، يحمل رسالة المهدي. فإياكم والتواكل، وإن أردتم وأحببتم التعجيل بظهور هذا الرجل فما عليكم إلا أن تقوموا على أمر الله وتكونوا محلا صحيحا له حتى يظهر، أي تكونوا أنصارا لهذا الدين تتحملون اللأواء والصعاب وتتحملون وقع النبال والحراب. أما أولئك المترهلون، أولئك الذين يعني تضغط عليهم موجة برد فيتأثرون، أو أولئك الذين يستطيل ساعات في مجلس للحق يظهر فيه أمر الله، أو أولئك الذين سرعان ما ينقطعون عن مسيرة الهدى بهمس في الأذن يخيفهم أو يحذرهم، هؤلاء لا يصلح أبدا أن يكونوا من جند المهدي ولا من أنصاره أبدا، ولا يسمح لهم البتة أن ينطقوا اسم هذا الرجل على ألسنتهم. لا يتكلم عن المهدي إلا الرجال الأشاوس الصناديد الأبطال، ولا يتكلم عن المهدي إلا من كان في ساحات الجندية والجهاد والاستشهاد، ولا يحق أن يذكر المهدي إلا أولئك الذين يحملوا أرواحهم على أكفهم وينطلق بها في مهاوي الردى. إن الرجال وحدهم يحق لهم أن يتكلموا عن المهدي وزمن الملاحم وزمن الحروب القادمة. أما أولئك القاعدون النائمون الخائفون الوجلون المترددون المتشككون المنبتون المرجفون، فإن أولئك جميعا لا يحق لهم أن يذكروا اسم الرجل على ألسنتهم، لأن المهدي لا يستطيع أبدا أن يتحمل رائحة الجبناء، والمهدي لا يطيق أبدا أن ينظر إلى المخنثين وإلى المؤنثين، والمهدي لا يستطيع صبرا البتة على أن يرى أولئك المنهزمون مهما كبرت عمائمهم وطالت لحاهم، وقد يكون سيفه يبدأ بهذه الرؤوس فيقطفها قبل غيرها، لأنها سبب نكبة الأمة وهوانها، وهم السبب في تدجين الأمة وفي تحويلها إلى نعاج ودجاج. أيها الأحبة، المهدي آت، متى يأتي؟ العلم عند الله. كيف يأتي؟ العلم عند الله. كيف سيظهر؟ نترك الأمر لله، مسؤوليتنا أن نستعد للقيام على أمر الله. فإن ظهر ونحن في مسيرة التكليف نؤدي حق الله علينا، إن ظهر ونحن في الحياة ناصرناه وأيدناه. لكن الذي يطلب منا نحن والذي يجب أن ننتبه له بأننا علينا أن نستعد للأجواء، أجواء الفتن التي يمكن أن يظهر فيها المهدي، أن نكون مستعدين حتى نحفظ أنفسنا وحتى نحفظ أبناءنا ونساءنا. أيها الأحبة، يجب أن نعترف بأن المسيرة البشرية حملت ضمن أحمالها البصمة الوثنية التي زين الشيطان برنامجها وأغوى به قطاع عريض على امتداد المسيرة. ونحن في عصرنا الراهن هذا نرى أعلام هذا القطيع، ويجب أن نعترف أن الماسونية شجرة عتيقة وفروعها الصهيونية وملحقاتها، وهذه الشجرة في بستان يملكه اليهود، والخدم في هذا البستان هم علماء التغريب والعلمانية، وهم أدعياء الدين وسدنة الجهل والخرافة. ومهمة الخدم هي تذويب الإحساس لدى الشعوب بنشر الأفكار الميتة المميتة، ونتيجة لذلك يكون اليهود هم الشعب الوحيد الذي يظل محتفظا بهويته وتميزه واستقلاله، ويكون له المجد في النهاية وله السيطرة على جميع شعوب الأرض باعتباره شعب الله المختار. الشعب اليهودي
داخل في دائرته الخاصة يسعى أن يحافظ على تميزه واستقلاله مع إفقاد كل الشعوب خصائص مقومات الذات وتذويب الاعتزاز بالذات وإفقاد الناس هويتهم وانتسابهم وقضيتهم. ظل الشعب اليهودي على امتداد تاريخه بعد السبي يؤمن بضرورة العمل من أجل إحياء مملكة داود التي يكون لها المجد على شعوب الأرض ويسبح معها الجبال والطير. وظل أتباع هذا الاعتقاد على امتداد تاريخهم وفي أحلك الأوقات يقيمون حياتهم على أساس هذا الدين الذي يحقق هذه النتيجة. وعندما عاش اليهود في بقاع الأرض المختلفة متباعدين كانوا في نفس الوقت متقاربين نتيجة لوحدة الفكر والأمل، ولم يذوبوا في المجتمعات وإنما اجتمعوا في أحياء خاصة بهم داخل المجتمعات الكبيرة وعملوا من أجل أن تكون المجتمعات الكبيرة في قبضتهم، وذلك عن طريق سيطرتهم على الاقتصاد والإعلام ورجال الحكم والدين. وبعد عودة اليهود إلى فلسطين وبعد انتصارهم عام 67 يخطئ من يظن أن الحرب بين الفطرة وبين اليهود قد انتهت، ومخدوع كل من يظن أن كل ما هو معلق بين المسلمين وبين اليهود قد تحله العقود أو المواثيق أو اتفاقيات الصلح والاعتراف المتبادل، لأن المهمة الإسرائيلية لن تنتهي إلا بظهور أمير السلام أي الدجال الذي ينتظره اليهود. وقد يأخذ السلام بين العرب وبين اليهود أشكالا متعددة، ولكن تبقى الحقيقة الأكيدة أن هذا السلام في نظر اليهود سيكون ورقة تكتيكية من أوراق الحرب المستمرة حتى يأتي أمير السلام الدجال فينصب فسطاته في المنطقة ويتبعه جميع الذين تعاموا عن هذه الحقيقة. ويجب أن نعترف أن قطاع عريض داخل المسيرة الإسلامية لا يعرف ذاته ولا يعرف القوى المعادية له بتأثير من نصبوا أنفسهم أوصياء على الدين وحولوا الدين إلى طقوس كهانة وإلى خرافة وإلى حكاية وقصص وإلى منامات تحمل الخيال المجنح حتى أبعد الأمة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى آخر يجب أن نعترف بأن هؤلاء يبدو وكأنهم لا يريدون أن يعرفوا ذاتهم أو كأنهم لا يقدرون على محاولة المعرفة، وأنهم لا يعرفوا عدوهم معرفة حقيقية، أو لعلهم لم يحاولوا أن يعرفوه. وفي جميع الحالات يجب أن نعترف بأننا لا نعرف أنفسنا ولا نعرف عدونا، وأضعنا قضيتنا من خلال جهلنا بالذي يراد منا والذي يراد بنا وانشغالنا بهذه الترهات وضياع الوقت عليها وعقد الآمال عليها. ويجب أن نعترف يا أبناء أمتي، يا جند الحق، يا غرباء هذه الأمة في كل مكان، يجب أن نعترف بأن الفطرة والحق والهدى والإيمان الصحيح القائم على الكتاب والسنة يحيط بها الظلم من كل مكان. وأين الوسائل المحيطة بها يمسك بزمامها الجبان، وأن الوسائل المحيطة بها يمسك بزمامها الجبان. وكلمة الجبان هنا لا تعني الرجل الخائف الرعديد فقط، وإنما تعني ذلك الرجل الذي إذا تمكن من عدوه كان أكثر جبنا، بمعنى أنه لا يعرف في التعامل مع أعدائه معنى من معاني النبال أو الكرم أو الشهامة، إنما يستعمل معه أدنى الوسائل وأدناها إلى الحطة. والفطرة الإنسانية تحيط بها أكثر الناس جبنا، بمعنى أكثر الناس ميلا للانتقام. وإذا كان البحث العلمي أيها الأحبة قد قدم للمسيرة البشرية مجهودات عظيمة من عصر الطاقة اليدوية إلى عصر الفحم إلى عصر البخار إلى عصر البترول إلى عصر الكهرباء، ومن عصر الذرة إلى عصر الإلكترونيات إلى عصر الكمبيوتر إلى عصر الفضاء إلى عصر الهندسة الوراثية والجينات والاستنساخ، فيجب أن نعترف أن الأعظم من هذا المجهود الضخم
استعمل في كل عصر من اجل خدمة مخططات الاهواء واهداف المادية والكفر، وعن طريقه استطاع اصحاب الفكر الخبيث ان يتغلغلوا داخل النفس لاغوائها لتكون عضوا على طريق اهدافهم، ونجحوا في تحقيق هذا في ابناء امتنا. ان العلوم المفيدة تكون في متناول الانسان عندما تصلح اخلاقه، اما اذا وقف الجبان على ابواب المجهودات العلمية فسيكون للظلم والجور وللفساد اعلاما متعددة الالوان والاشكال. وفي عصرنا نرى المخطط اليهودي والوثني تحميه الترسانات النووية والكيميائية والميكروبية والترسانة التقليدية واساطيل الطائرات والغواصات والدبابات وقاذفات الصواريخ والباتريوت، ونجد الفطرة في اماكن كثيرة مقيدة بالديون وفوائد القروض ومحاذير السلاح وضغوط صندوق النقد الدولي وقرارات الامم المتحدة، ونجد الفطرة واعني بالفطرة امة الهدى امة الحق نجدها مهددة من كل مكان بعد ان فسد كل شيء، ولوثت البحار والانهار بالنفط والمبيدات ومخلفات المصانع وسموم المعادن الثقيلة، ولوث الجو بغازات الكبريت والازون والكربون والرصاص، واتخذ الجبان من قلب الارض والبحر مخازن للموت النووي والرعب الذري يدفن فيه النفايات القاتلة لصناعاته المهلكة، ونجد الفطرة وامة الفطرة محاصرة بقوافل خرقت الشرائع وطلبت اللذة من وجوهها الشاذة باللواط والسحاق، ولقد رأينا كيف خرجت قوافل الشواذ تطالب بشرعية الفسق وتقنين زواج الرجال بالرجال وزواج النساء بالنساء، وتسير في مظاهرات علنية تطالب بحقوقها الشاذة حتى اقرت كثير من كنائس الغرب بهذا الزواج الشاذ المحرم الاباحي البهيمي. ولم يقتصر الامر على خروج قبائل العحر والفسق في مظاهرات، وانما تفننت قبائل اخرى في جعل الحرية الجنسية شريعة لمملكتها، واقامت للزنا نواذم ومؤسسات واقمار فضائية تنشره، وابدعت هذه القبائل في اخراج العهر والفجور والفسق والشذوذ بجميع اوضاعه في ابهة من الالوان ومواكب من الزين والزخرف، واستأجرت لهذا الفتيات الساقطات من كل جنس لعرضهن عرايا، ثم ثبت هذا العهر ليستقبله كل من وجه هوائي استقبال الى الفضاء اي الدشوش وملحقاتها. لقد ملئت الارض ظلما وجورا وفسادا وتفسخا، والتطور ينطلق كل دقيقة بل كل ثانية، وما كان يحدث من انجاز علمي في الوف السنين اصبح يحدث الان في سنوات قليلة، ومعنى هذا ان المستقبل سيشهد تطورا مضغوطا في حيز تاريخي قصير. فاذا كان الجبان ساهرا ومشرفا على هذا التطور فان معنى هذا اننا نهرول بالفعل الى النهاية. وقبل هذا اليوم يجب ان نعرف من نحن ومن هو عدونا وما هي اهدافنا وما هي اهداف عدونا ومن اين نبدأ وكيف نخرج من الدائرة المغلقة. اننا اذا لم نعرف كل هذا وغيره فستدفع اجيالنا في المستقبل ثمنا باهظا ويشهد جنازتهم على اقل تقدير وهم وراء امير السلام الدجال من خواص اتباعه وجنده، وسنعتمد نحن هذه الجنازة لان المستقبل ابن للماضي ولا ينفصل عنه. اجيبوا يا ابناء الامة اجيبوا يرحمكم الله قبل ان يأتي يوم لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. انها مسيرات انحرافية متعددة اللافتات والعناوين والاشكال والواجهات، اخطر المسيرات الانحرافية من تبشير وماسونية واباحية ومن فكر باطني والحادي، وزندقة تنشر في دنيا الناس تتسمم بها العقول والقلوب، واخطرها من اخطرها على الاطلاق تلك المسيرات الانحرافية التي انحرفت بالدين عن مقصده عن شكله عن حقيقته عن مضمونه، وتحول الدين من قواعد منزلة من السماء كتابا وسنة ونصوصا تلزم الجميع
ومطارق تهشم أكبر رأس وأرفعه، تحول هذا الدين إلى آراء للرجال، إلى اجتهادات، إلى شطحات، إلى أماني، إلى أحلام، إلى شذوذ، إلى بدع، إلى ضلالات، إلى جهالات، إلى محدثات، انحرافات في المسيرة، مسيرة الدين وأبنائه. فتحنا أعيننا وتلفتنا من حولنا وإذا بجند الدجال مهيئون، بجند الدجال مهيئون يصنعون تصنيعا. وقلت يوم ظهر التيس في البوكمال وتبعه آلاف الجدايا من أبناء الأمة، وذهبوا يطلبون من تيس، من تيس يطلبون الشفاء، يطلبون الدواء، يطلبون الأولاد والإنجاب والأرزاق. قلت حينها أمة تتبع تيسا يمكن أن تتبع الدجال بسهولة. وكأننا اكتشفنا بأن شيوخ الدجل والخرافة والزندقة لعبوا الدور الأكيد في إفقاد الأمة مناعتها ومقاومتها وتحويلها إلى قطعان مفرغة تتبع كل ناعق وتتأثر حتى بالتيوس. أيها الأحبة، لقد تميعت الفوارق العقدية، ومسيرة الانحراف ما زالت تستمر من خلال دعوة خبيثة تروج الآن، وهي وحدة الأديان، وأنه لا فرق بين إسلام وغيره، تمهيدا لمزج الجميع في بوتقة يهودية فتكون هي الحاكمة وهي المسيطرة وهي التي تدير فلك الكون من حولنا وإدارته. الأمر جد خطير أيها الأحباب، فيجب أن نعي المسألة، وما بقي وقت لأن ننتظر مهديا يظهر أو عيسى ينزل أو مخلصا يخرج من بطن الغيب. إنما الأمر يستلزمنا أن نقف جميعا على أمر الله، وأن ندافع عن دين الله، وأن نحمي ما تبقى من وجودنا وكياننا وعقيدتنا وإيماننا وأخلاقنا قبل أن تجهز المسيرات الانحرافية على كامل وجودنا وتهيئنا للإبادة البشعة التي سيمارسها جند الدجال وأتباع الدجال والدجال بنفسه. ولكن من رحمة الله بهذه الأمة بأنها أمة محفوظة ملحوظة، وأن الله يبقي فيها من يكون حجة على الآخرين إلى قيام الساعة، وأن طائفة للحق ستبقى تقوم على أمر الله لا يضرها كل هذا، وتكون هي الراية المرفوعة البيضاء النقية التي لا عماء فيها ولا دخل، تنادي أبناء الأمة إليها إليها، وهي تخفق بالكتاب والسنة لا تقبل بهما ولا عنهما تعويضا ولا بديلا. وأن الله سينهي هذه المسيرات الانحرافية من خلال هؤلاء القلائل الغرباء، طائفة الحق غائمة على أمر الله، فهل نؤدي حق الشكر بأن نتحرك لكي نكون منهم ونصبح أفرادا في مواكبهم وأعضاء في مراكبهم؟ يبعث الله تعالى الأنبياء والرسل أيها الأحبة ليذكروا الناس بالمخزون الفطري الذي وضعه الله في النفس البشرية عند بدء الخلق، وهذا المخزون هو توحيد الله تعالى. ويقوم الأنبياء والرسل على امتداد عهد البعثة بسوق الناس إلى طريق الهدى، ببيانهم للناس ما أنزل إليهم من ربهم. وبعد أن يقيم رسل الله الحجة على الناس ينسى بعض الناس ما ذكروا به، ويقومون بأعمال تعارض الفطرة ووصايا الله. وأخبرت الدعوة الخاتمة أن الله تعالى يستدرج هذه المسيرات الانحرافية على امتداد المسيرة البشرية، وعلى امتداد الاستدراج ينال الذين ظلموا عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولهم النار يوم القيامة. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وعذاب الاستدراج في الحياة الدنيا أبوابه مفتوحة، يدخل فيها الحاضر إذا أخذ بأسباب الانحراف من الماضي، وإذا انطلق الحاضر إلى المستقبل ولم تحدثه نفسه بتوبة
انتهت اقدامه الى المسيح الدجال. وفي دائرة الدجال تنال جميع رايات الانحراف والشذوذ عذاب الخزي، ويقطع الله دابرهم بعذاب الاستئصال. والنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم اخبر بان جميع الانبياء حذروا اممهم من الدجال، وقال ان الله لم يبعث نبيا الا حذر امته الدجال. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الدجال ومن كل عمل ينتهي اليه، ومن ذلك قوله: وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة الا لفتنة الدجال. وطريق الدجال ايها السادة يبدأ بانحراف دقيق عند المقدمة، ثم يتسع شيئا فشيئا على امتداد المسيرة، وفي مناطق الاتساع ترفع للشذوذ رايات بعد ان الفه الناس. وهذه الرايات بينها النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وهو يخبر باشراط الساعة، ومن ذلك قوله عن هذه الرايات: من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، رواه مسلم. وقال: ان بين يدي الساعة اياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج هو القتل، ايضا رواه مسلم في الصحيح. فهذه العلامات تظهر على طريق الفتن والانحراف، وبينها النبي الخاتم ليراجع الناس انفسهم على امتداد المسيرة، ويشهد له بالنبوة بعد ان رأوا احداثا اخبر بها يوم ان كانت غيبة. فالاحداث في عالم المشاهد المنظور دعوة للتوبة وتحذيرا من العقاب الذي يحمله طريق الاستدراج، اي لا يغرنكم ما عليه جموع الناس من انحراف، من شرب خمر واعتياد زنا وإلف فاحشة وترك للحق وابتعاد عن النهج واجتيال عن الصراط المستقيم. لا يغرنكم كثرة الهالكين، فإنهم في طريق الاستدراج ومآلهم النار. ولا يحزننكم قلة السالكين في طريق الحق والناجين، فلهم الجولة الأخيرة، وعلى أيديهم سيعيد الله للحق نصابة، وتعود راية الخلافة خفاقة عالية بإذن الله. فكن في جبهة معها الله، وإن قل عددها وأنصارها فحسبك أن النهاية الجنة. وإياك أن تغتر بالجموع الغافلة السادرة التي تمضي في طريق الانحراف مع مسيرات الانحراف، فحسبهم أن النهاية النار ولا سعادة بعدها النار أبدا أيها الأحباء. وآخر الزمان يقف تحت أعلام الدجال جميع المسيرات التي انحرفت عن ميثاق الفطرة وأشركت بالله شركا ظاهرا أو باطنا، أصليا أو تبعيا. ويقف تحتها صناع الفتن وأصحاب الأهواء وتجار الشذوذ وجلادي الشعوب وجميع الذين ظلموا وصدوا عن سبيل الله العزيز الحكيم. فهؤلاء وغيرهم سينتظمون وراء قيادة الدجال آخر الزمان، ويطيعون أوامره، وسيدخلون معه لقتال المهدي المنتظر والمسيح عيسى بن مريم عليهما السلام. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالمهدي لا بد وأن يظهر. لماذا؟ كما أن لطريق الشذوذ علامات، فإن لطائفة الحق علامات. وكما أن الله تعالى حذر من شر مخبوء في بطن الغيب ومنه الدجال، فإنه تعالى بشر بخير مخبوء في بطن الغيب ومنه المهدي المنتظر ونزول عيسى آخر الزمان. وهذه أقوال العلماء في ظهور المهدي ونزول عيسى في آخر الزمان. قال الإمام الشوكاني: إن الأحاديث الواردة في المهدي متواترة، والأحاديث الواردة في الدجال متواترة، والأحاديث الواردة في نزول عيسى متواترة. وقال صاحب عون المعبود شرح سنن أبو داود: اعلم أن المشهود بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل بيت النبوة يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي، ويكون خروج الدجال بعده. وإن عيسى عليه السلام ينزل بعد المهدي أو ينزل معه فيساعده على قتل الدجال، ويأتم بالمهدي في صلاته
وخرج أحاديث المهدي جماعة من الأئمة أحبتي، منهم أبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار والحاكم والطبراني وأبو يعلى، وإسناد أحاديث هؤلاء بين الصحيح والحسن والضعيف الذي يتقوى بغيره. وقد بالغ المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون في تأريخه في تضعيف أحاديث المهدي كلها، فلم يصب في ذلك بل أخطأ خطأ بينا لأن الرجل مؤرخا وليس محدثا. وقال صاحب التاج الجامع للأصول: اشتهر بين العلماء سلفا وخلفا أنه في آخر الزمان لا بد من ظهور رجل من أهل البيت يسمى بالمهدي، يستولي على الممالك الإسلامية ويتبعه المسلمون ويعدل بينهم ويؤيد الدين. ولقد أخطأ من ضعف أحاديث المهدي كلها، وما روي من حديث لا مهدي ولا عيسى، لا مهدي إلا عيسى، فضعيف كما قال البيهقي والحاكم وغيرهما. حديث بنى عليه أحد شيوخ الأزهر كتابا كاملا أكد من خلاله أن المهدي أسطورة ووهم، وهو حديث لا مهدي إلا عيسى. وتصدى لهذا الحديث أئمة الفن كالبيهقي والحاكم فضعفوه تضعيفا شديدا ولا يصلح لمقاومة النصوص الأخرى الواردة في شأن المهدي. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: لا شك أن المهدي الذي هو ابن المنصور ثالث خلفاء بني العباس ليس هو المهدي الذي وردت الأحاديث المستفيضة بذكره، وإنه يكون في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وقد أفردنا للأحاديث الواردة فيه جزءا على حدة كما أفرد له أبو داود كتابا في سننه، وهذا ما زال كلام ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء السادس. قال الحافظ الكتاني: الأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف رواياتها كثيرة جدا تبلغ حد التواتر، وهي عند الإمام أحمد والترمذي وأبي داود وابن ماجه والحاكم والطبراني وأبو يعلى والبزار وغيرهم من دواوين الإسلام من السفن والمعاجم والمسانيد، وأسندوها إلى جماعة من الصحابة، بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف يتقوى بغيره، والأحاديث تشد بعضها بعضا، وأمر المهدي مشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار، وأنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل بيت النبوة يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويسمى بالمهدي. وقال الكتاني: وفي شرع عقيد السفارين الحنبلي ما نصه، وقد كثرت بخروج المهدي الروايات حتى بلغت حد التواتر، وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم. وقد رويت أحاديث المهدي عن الصحابة بروايات متعددة وعن التابعين من بعدهم، مما يفيد مجموعه العلم القطعي، فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة كما ذكر صاحب نظم متناثر. أيها الأحبة، قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أقام الحج على المسيرة، قال: وايم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الطريق واضح وضوح النهار، والله تعالى ينظر إلى عباده كيف يعملون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسيرة ستشهد أنماطا بشرية يترتب على حركتها غربة الدين، وهذه النتيجة ترى في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال النووي في شرح الحديث: ظاهر الحديث أن الإسلام بدأ في آحاد من الناس وقلة، ثم انتشر وظهر، ثم سيلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة أيضا كما بدأ، كما هو مذكور في شرح صحيح مسلم للإمام النووي. وغربة الدين ترى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام والسلطان أخوان توأمان، لا يصلح واحد منهما إلا بصاحبه. فالإسلام أسس والسلطان حارس، وما لا حارث له يهدم وما لا حارث له ضائع. الحديث فيه ضعف لكن يتقوى بروايات أخرى، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رحى الإسلام دائرة
وإن الكتاب والسلطان سيفترقان فدوروا مع الكتاب حيث دار، دوروا مع الكتاب حيث دار، أي القرآن، دوروا مع الكتاب حيث دار أيها الناس. والنجاة في عالم الغربة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم دائرتها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال: أنا ومن معي. قالوا: ثم من؟ قال: الذي على الأثر. قالوا: ثم من؟ فرفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعطهم جوابا. إذن أنا ومن معي ثم الذي على الأثر. إذ والقذة بالقذة، كتاب وسنة بلا زيادة ونقص، بلا انحراف ولا زيغ، بلا إحداث ولا ابتداء، كتاب وسنة على فهم سلف الأمة من خير القرون الأولى، وما عدا ذلك كله وهم، خرط، دجل، خرافة، كهانة وخداع، وما عدا ذلك كله جزء من المسيرات الانحرافية الخطيرة التي تمارس على أبناء هذه الأمة. وطائفة الحق يا أحبتي على امتداد المسيرة لها أعلامها، لها راياتها، لها صوتها الهادر، لا يضرها من خذلها أو عاداها، لأنها حجة بمنهجها وحركتها على الناس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الطائفة تستقر أعلامها آخر الزمان تحت قيادة المهدي المنتظر وعيسى بن مريم عليهما السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. رواه مسلم في الصحيح. وقال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس بحجتهم، بصرختهم، بصوتهم، بحركتهم، بدعوتهم. وأيضا روى هذا الحديث الإمام مسلم في صحيح. وقال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم حتى يقاتل آخرهم الدجال. رواه الحاكم وصححه في المستدرك. وقال: لا تزال طائفة من أمتي تقاتل على الحق حتى ينزل عيسى ابن مريم عند طلوع الفجر ببيت المقدس ينزل على المهدي. رواه أبو عمر الداني في عقد الدرر. وفي رواية: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على من نواهم حتى يأتي أمر الله وينزل عيسى عليه السلام. رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم وصححه وأبو داود. فمن هذه الأحاديث نرى أن طائفة الحق على امتداد المسيرة تأخذ بأسباب الهدى وتنطلق من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل، لا يضرها من عاداها أو من خذلها حتى تستقر نهاية المطاف أمام فسطاط المهدي المنتظر وتكون من جنده وأنصاره. والمهدي من أهل البيت، من أولاد علي وفاطمة رضي الله عنهما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المهدي منا أهل البيت. رواه الحاكم وصححه. وقال: المهدي من عترتي من ولد فاطمة، يواطئ واسمه يواطئ اسم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم. والمهدي يخوض معارك آخر الزمان، وسيفتح الصين والهند وجبل الديلم، وسيقسم ظهر الروم، ويفتح القسطنطينية، ويقاتل اليهود وأميرهم الدجال حتى ينتهي أمرهم بالاستئصال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يظهر أي المهدي على كل جبار وابن جبار، ويظهر العدل، كما رواه الإمام الطبراني. وفي منهج المهدي يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هو رجل من عترتي، أي من آل بيتي، يقاتل على سنتي كما قاتلت أنا على الوحي. وقال: يعمل بسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: يبعث المهدي على اختلاف من الناس وزلازل، فيملأ الأرض
قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وقال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله عز وجل رجل منا يملأها عدلا كما ملئت جورا. وعن حذيفة قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويح هذه الأمة من ملوك جبابرة يقتلون ويخيفون المطيعين إلا من أظهر طاعتهم، فالمؤمن التقي يصانعهم بلسانه ويفر منهم بقلبه. فإذا أراد الله عز وجل أن يعيد الإسلام عزيزا قصم كل جبار، وهو القادر على ما يشاء أن يصلح أمة بعد فسادها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يملك رجل من أهل بيتي تجري الملاحم على يديه ويظهر الإسلام، لا يخلف الله وعده وهو سريع الحساب. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخير فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه، حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قسطا كما ملأوها جورا، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج. رواه ابن ماجه والحاكم وصاحب كنز العمال الهندي. أيها السادة، هذه أحاديث وردت في شأن المادي، هل هو على الأبواب؟ إن كان كذلك فمرحبا به، جنده وأنصاره نحن، نؤيده نعاضده نحوط به إحاطة السوار بالمعصم، وإن لم يكن على الأبواب فنحن نعمل حتى يظهره الله وحتى يقترب وقته ويكون على أبوابنا. ولكن الذي يهمنا الآن أن نعرف مجموعة من التوجيهات التي يحتاجها كل مسلم في أجواء الفتن وفي أزمنة الفتن التي نعيشها نحن، هذه الأزمنة الحرجة والخطيرة والحساسة التي يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، وهذا ما نراه جهارا نهارا من حولنا. ترى الرجل عند الصباح يمد يده يعطيك ثمرة القلب وصفقة اليد على نصرة الدين، ثم تراه في اليوم الثاني عدوا لدودا في جبهة الباطل، في جبهة التخذيل، في جبهة التشكيك. أي قلب هذا الذي يحمل؟ قلب لم يثبت بدعائم الإيمان والحق، قلب مرتجف متزعزع، القلب الذي كلما هبت عليه زوبة عطرب ليس بقلب جنود المهدي أبدا، القلب الذي يؤثر فيه وسواس النفس ونزغ الشيطان وهمس شياطين الإنس من حوله لتشكيكه، هذا لا يصلح صاحبه أن يكون من جند الحق ولا من الحملة أبدا. راقبوا قلوبكم تغيرها، تبدلها، اضطرابها، تزعزعها، اعرف الحق بقلبك ومن خلال ربك، من خلال الالتجاء إليه. فإذا عمي عليك الأمر فاسجدها سجدات بين يديه في العتمات، قل له دلني فأنا الحائر وأنت الدليل، والزمان زمان فتن، وستبصرها كالشمس ساطعة في قلبك إن كنت صادقا. وإن كنت مريضا وفي قلبك مرض سيزيدك الله مرضا ويفرزك من الصف المؤمن وتلفظك دعوات الحق بعيدا بعيدا، لأن المرحلة ما عادت تحتمل الأنصاف ولا المترددين ولا المضطربين ولا المتشككين، وأمر الله نافذ بنا أو بدوننا، وسيقوم أمر الله شئنا أم أبينا، ناصرنا أم تركنا، أقبلنا أم أدبرنا، مدحنا أم ذممنا. احذروا أيها الأحبة وانتبهوا واعلموا بأن الزمان زمن فتن. ما صدقنا وقد ظهرت الحق راح، لماذا نكسر أعوادها؟ لماذا نمزق قماشها؟ لماذا نلطخ نصاعتها بظن، بوهم، بشك خبيث، بمرض قلبي؟ لماذا؟ راية الحق ظهرت وستبقى ظاهرة، وستعجز قوى الأرض من أن تقف في طريقها أو تجهضها أو تسكتها.
راية الحق عالية خفاقة ستبقى مستمرة حتى يأتيها المهدي على الأبواب أو تقف هي على أبواب المهدي. ولا بد من لقاء، ونصر الله الأكيد قادم، وكلنا قرابين للحق وللهدى، وقف لله من هنا إلى أن نلقاه. في أجواء الفتن، في أجواء المحن، في أزمنة التخذيل والتشكيك والإرجاف والاضطراب، في زمان أطل فيه رأس ابن سلول مرة ثانية ولكن من خلال آلاف من أتباعه وأنصاره، في زمن تحرك فيه ابن سبأ من جديد يريد أن يعيد لنا مأساة الماضي وشرخ الأمة والفتن، في زمن أيها الأحبة، في زمن تحركت فيه قوى الشر وقل فيه الرجال وندر فيه الأتقياء والأصفياء، في زمن كهذا ما أحوجنا إلى توجيهات نحفظ من خلالها أنفسنا، قلوبنا، أفكارنا، أبناءنا، أسرنا، قبل أن نفاجأ بأننا في فسطاط الدجال ونحن لا ندري. الأمر جد خطير، فانتبهوا أيها السادة، انتبهوا انتبهوا انتبهوا، واعلموا بأن حملة رايات الحق لن يتركوا، لا بد وأمر طبيعي أن يحاربوا بألف سلاح وأن يقاوموا بألف لون من ألوان الكيد القدر الرخيص الدنس المنظم. انتبهوا، حملة رايات الحق، حملة رايات الحق لن يرضى بهم دجاجلة الدين ولا كهنة الشريعة ولا الفساق ولا الإباحيين ولا المنتفعين من دماء الأمة. حملة الحق لابد أن تتحد جبهة شياطين الجن والإنس لإسقاطهم، للإيقاع بهم، لتشكيك الناس. فإذا اتخذ قرارك وموقفك واحفظ نفسك من خلال هذه التوجيهات، توجيهات في زمن الفتن وزمن الملاحم، وما نحن مقبلون عليه قبل أن يفوتك الأوان وقبل أن يجرفك الطوفان. التوجيه الأول، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي وسنتي. إذن إذا أردت أن تنجو في أي معمعة فتنة ومحنة فما عليك إلا أن تتمسك بالكتاب والسنة، عليك بالكتاب والسنة وأهل الكتاب والسنة وحملة الكتاب والسنة، وما دون ذلك كله وهم وخداع وغش، سراب خادع، سراب خادع، سراب خادع، جزء من تآمر خبيث وجزء ومحور من محاور المسيرات الانحرافية التي تريد أن تودي بالدين والهدى والفطرة لصالح الدجال وأذناب الدجال وأتباع الدجال. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ابحثوا عن الدين صافيا نقيا زلالا عذب الموارد بلا كدر ولا قدر، ابحثوا عن الدين من ينابيعه الأولى، ودعوا دعكم أيها السادة من هذا الذي ترونه من صور الادعاء، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. هذا هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، حينما سأله الإمام علي رضي الله تعالى عن المنجى في زمن الفتن، حينما قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، قال: فما المنجى منها؟ قال: كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعليكم بهما. أخي، إن أردت تحري الصواب وعن ناظريك يزول الحجاب، فابحث بصدق عن الطائفة بنص الرسول وآي الكتاب. التوجيه الثاني أيها الأحبة: إياكم والعراق وأرضها وجبل الذهب. فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل القبلة يقول: ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. والمقصود بالمشرق هنا العراق،
وأرض العراق. فقد روى مسلم الحديث بزيادة عن سالم بن عبد الله ابن عمر قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تأتي من ها هنا، أي من جهة العراق. وروى أبو داود من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أنس، إن الناس يمصرون أمصارا، أي يمصرون أمصارا، أي يبنون مدنا، وإن مصرا منها يقال له البصرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلاها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها، فإنه يكون فيها خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون فيصبحون قرد وخنازير. وفي رواية للثعلبي: تجتمع فيها جبابرة الأرض. فانظر كتاب التذكرة الإمام القرطبي الفتن. أما عن جبل الذهب الذي يظهر بالعراق بانحسار فراته وانكشافه عنه، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. رواه البخاري في كتاب الفتن عن أبي هريرة. وفي رواية مسلم زيادة: فإنه يقتتل عليه الناس فيقتل من كل 199، فيقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو، إياك يا عبد الله، ثم إياك والعراق، وابتعد عن جبل ذهبها. فهذا توجيه هام. وليس معنى هذا أي أحبتي ترك نصرة العراق وما يخطط لها الآن، إنما تنصر وتؤيد، ولكن لا أرى الأحداث الأخيرة إلا توطئة وتمهيدا لهذا الذي يجري. فلقد جاءت أوامر أمريكية إلى تركيا بإيقاف ضخ نهر الفرات إلى العراق وبناء حواجز وسدود، ولا أرى هذا إلا مقدمة حتى ينحسر ماء الفرات ويظهر جبل الذهب. ولقد وردت أخبار وتسربت عن طريق شبكات الأنترنت بأن الأقمار الصناعية رصدت جبالا من الذهب في قلب العراق في مجرى نهر الفرات، وما الحملة الأمريكية على العراق إلا هدفها النفط والذهب. فإذا كان الذهب ذهبا فالنفط ذهب أسود أيضا، فالمقصد هو ذهب العراق أيها الأحبة، أبيضا وأصفرا وأسودا. إذا أردنا أن ننصر العراق فإيانا أن نترك واجب النصرة ونسعى لاستيطانها أو لأخذ كنزها وذهبها إذا ما انحسر وانكشف. احذر من هذا، وقف عند حدود النصرة فقط والتأييد والدعم. التوجيه الثالث: لا تكن في جيش الخسف، وسارع في مبايعة المهدي حين الظهور إن استطعت. إن الجيش الذي سيرسل إلى المهدي لقتاله هو جيش بئيس، جنوده مسلمون، منهم المكره على القتال ومنهم المستبصر العامد القاصد للغزو، وسيخسف بهم جميعا ثم يبعثهم الله على نياتهم. فلا تكن نهايتك مشؤومة تموت خسفا وإن بعثت على نيتك. ثم سارع إلى مبايعة المهدي، فقد علمت في الأحاديث الصحيحة صفته ونعته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، أي جيش، فإذا كانوا ببيداء، رم بالبيت أي هنا بالكعبة، يعوذ عائذ بالبيت أي بالكعبة، فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أم سلمة وعائشة، وهذه رواية مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. رواه أحمد والحاكم وصححه على شرط الشيخين عن ثوبان ووافقه الذهبي. إذن المهدي سيظهر، قرب الزمان أم ابتعد قصر أمطار. فإذا ما ظهر بأمارات، وإذا ما ظهر سيجلي الله أمارات واضحة في ظهوره. فإن استطعت أن تبايع فبايع، وإلا وطن نفسك أن تكون من الأنصار أينما كنت وكيفما كنت، ولكن كل الحذر الحذر،
أن تدخل في الجيش الذي يرسل إليه فيخسف الله بك. التوجيه الرابع: تعلم فقه هذه المرحلة وكن على يقين من ربك، وعليك بتعلم فقه أحداث آخر الزمان وتقوية يقينك بالله وتوطيد علاقتك بربك سبحانه، فإن الفتن لن تدع أحدا إلا لطمته لطمة، فمن كان يعلم بها قبل ذلك نجا، ومن كان قوي الإيمان صحيح اليقين بربه فاز. روى ابن حماد بسنده عن أبي ثعلبة الخشني قال: أبشروا بدنيا عريضة تأكل إيمانكم، فمن كان منكم على يقين من ربه أتته فتنة بيضاء، ومن كان منكم على شك من ربه أتته فتنة سوداء مظلمة، ثم لا يبالي الله في أي الأودية هلك. فتعلم فقه هذه المرحلة من خلال ملازمة الغرباء وطائفة الحق. التوجيه الخامس: إلزم الحجاز أو الشام أو بيت المقدس أو جبل الطور إن استطعت. المعقل من الملاحم في الشام، والمعقل من الدجال مكة والمدينة والشام والسواحل. فقد روى ابن حماد في الفتن بسند عن ابن حبيب قال: أنجى الناس من فتنة الصيلم أهل الساحل وأهل الحجاز، يعني أنتم أهل سوريا، أهل سوريا أنجى الناس من فتنة الدجال ومن فتن آخر الزمان. روى بسنده عن ابن مرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقر دار الإسلام بالشام. وفي توضيح أكثر تحديدا للشام ورد الأثر التالي: معقل المسلمين من الملاحم مدينة يقال لها دمشق. وروى ابن حماد وغيره بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال يبلغ كل منهل إلا أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد طور سيناء، والمسجد الأقصى. إذن يا أهل الشام، إلزموا الشام مهما عرض عليكم من عقود العمل، مهما أطمعوكم بالدولار واليورو وبالرفاه والغنى، عليكم بالشام، عليكم بالشام. من هنا ستنطلق الشرارة، ومن هنا ستبدأ المسيرة، والمعقل ها هنا، وخلافة الله هنا سيبنى فسطاطها، والدجال هلاكه على أيدي أبناء الشام، وذبح اليهود سيكون على يد أبناء الشام بإذن الله الواحد الديان. التوجيه السادس: إذا رأيت الآيات السماوية الرمضانية التي وردت في بعض الآثار كالنجم المذنب والصوت المرعب الفظيع، فافزع إلى التسبيح، فإنه في شهر رمضان قبل ظهور المهدي سترى علامات في السماء، ويكون بعضها مخيفا مرعبا كالهدة والرعدة والصوت الرهيب الذي قد يكون بسبب ارتطام بعض النيازك بكوكب الأرض، فيحدث عند احتكاكه بالغلاف الجوي صوتا فظيعا، أو بسبب انفجار نووي هائل، أو غير ذلك من الأسباب. وإننا أيها الأحبة لنعلم بأن صوت الرعد يملأ القلوب رعبا، مع أنه لا يقارن البتة بصوت تلك الهدى الرمضانية التي وردت في كثير من الآثار. ونحن إذا أحسسنا بهذه الهدة يجب علينا أن ندخل بيوتنا وأن نغلق أبوابها ونوافذها، ونخر لله ساجدين، نقول: سبحان القدوس، سبحان القدوس، ربنا القدوس. وهنا نعلم يقينا أن الفتن بدأت فعلا، وأنه بقي زمان ليس بطويل أبدا على أن يكون المهدي على الأبواب. فنعد الطعام لأهلنا ما يكفي لفترة طويلة مليئة بالفتن والأزمات. فقد روى ابن حماد بسنده عن ابن مرة قال: آية الحدثان في رمضان علامة في السماء، بعدها اختلاف في الناس، فإن أدركتها فأكثر من الطعام ما استطعت. وبسنده أيضا إلى خالد معدان: فمن أدرك ذلك فليعد لأهله طعام سنة. ولا أرى الأحداث الأخيرة إلا مقدمة لهذا الانفجار النووي الهائل الذي سيغير معالم ومجريات الأمور على مستوى الكرة الأرضية. فاستعدوا وتعلموا فقه المرحلة، وكونوا رجال وقتها، وكونوا جندها. التوجيه السابع: اعتزل كل الفرق
الضالة والمضلة والقاعدة والمخذلة والتي فيها غباش وضباب وانحراف وزيغ عن الكتاب والسنة. قال ابن حجر في الفتح في شرحه لحديث أبي سعيد الخدري: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد. قال ابن حجر: اختلف السلف في أصل العزلة متى تكون ومتى لا تكون، وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة، فإن وقعت الفتنة العامة ترجحت العزلة، أما قبل الفتنة العامة فلا تجوز. كثير من الناس يستشهد بهذه الأحاديث ويبرر انعزالهم عن أداء الواجب وتركهم لأمانة الله سبحانه وتعالى. متى يوجه النبي صلى الله عليه وسلم الاعتزال؟ حينما يعم الأرض كاملة الظلم والجور، وتظهر قوى الدجال وتظهر الملاحم والفتن، ولا يستطيع أحدنا أن يعلن شعيرة من شعائر الله، لا أذانا ولا مجلس كهذا ولا خطبة ولا لما نعجز عن إعلان شعيرة صارت الفتن العامة، هناك تؤمر بالاعتزال. أما والحمد لله طالما الأمور ما زالت على خير، مساجدنا مفتوحة وحلقات الحق تمتلئ بأهلها وبيوت الله تعمر، فإذا ما زالت العزلة بعيدة أيها الأحباء. وروى البخاري في صحيحه من حديث طويل قال: قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك وهنا هناك مرحلتين في الحديث أيها الأحبة. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، والواو هنا واو عطف، فلربما كان هناك جماعة للمسلمين بلا إمام، فالزمها. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، إن كانت الجماعة والإمام هنا الواو واو التشريك، هنا واو التشريك، فإن كانت جماعة لوحدها فالزمها، فإن لم يكن لا جماعة ولا إمام، كلاهما انعدم وكلاهما لم يبق له وجود، حينها اعتزل كل شيء ولا تسر مع أحد ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك. وروى البخاري أيضا من حديث أبي هريرة: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، أي مكان الاختباء والابتعاد. والحديث الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه، رواه البخاري تحت باب بعنوان: إذا بقي في حثالة من الناس. قال ابن حجر، وهذه الترجمة هي لفظ حديث أخرجه الطبري والصحابي ابن حبان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا عبد الله إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم فصاروا هكذا؟ وشبك بين أصابعه. قال: فما تأمرني؟ ابن عمر يقول: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: عليك بخاصتك ودع عنك عوامهم، وما أرى زماننا هذا إلا وقد مرجت فيه العهود وضيعت الأمانات وفسدت الضمائر إلا من رحم الله، ولكن ما زال هناك متسع للخير ومجال للبناء أيها الأحبة. وعلى هذا نفهم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعلمون. يعني ليس معناه أن تترك واجبا، أي أيتها الجماعة المؤمنة تماسكي اتحدي تضامني واثبتي وسيري، عليكم أنفسكم وابدأوا بدعوة الناس، فإن استجابوا فبها ونعمت، وإن لم يستجيبوا فلن يضركم هذا الضلال
لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لكن لا تعطلوا الواجب كما أولها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. إلى الله مرجعكم جميعا. أيها الأحرار الغرباء، سيروا سيروا، لا يؤثرن عليكم ذم الذامين ولا إرجاف المرجفين ولا تشكيك المشككين. لا يؤثر عليكم من انسحب من الصف أو من ترك المسيرة أو من خذلكم أو من خالفكم. لا يضركم، لا يضركم آلاف من الوجوه تمر عليكم ثم تنمحي وتزول وتعود إلى قعودها ودنياها تحت تبرير نفسي وشخصي. لا يضركم، استمروا في المسيرة، سفينة الإيمان تمضي، لا تبالي بالرياح. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا اهتديتم. التوجيه الثامن، عليك بالنقاء والخفاء ودعاء الغريق إذا اشتدت الفتن وما عاد قائم لله بالحق. روى ابن حماد بسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس في الفتن كل خفي نقي، إن ظهر لم يعرف وإن غاب لم يفتقد، لا يخلص من شرها أي الفتن إلا من أخلص الدعاء كدعاء الغريق في البحر. عليك بتطهير قلبك وتنقيته من أمراضه، الرياء، العجب، الكبر، الحسد، سوء الظن وغيرها من الأمراض التي تميت القلوب فلا تثبت في الفتن، نسأل الله السلامة. أما حب الظهور والتطلع للشرف والوجاهة والأمارة والصدارة فإن فيه الشقاء والهلاك، والزم الدعاء الملح المخلص الخارج من القلب الذي يواطئ فيه القلب اللسان تماما كحال الغريق في البحر الذي يخرج الدعاء من قلبه وعقله وكل شعرة، كيف لا وهو لا يتوانى أن يتعلق بقشة لأنه غريق. فهذا لعمر الله والدعاء النافع أيام الفتن، فالزمه من الآن. التوجيه التاسع والأخير، اعرف قصة المسيح الدجال حتى لا تفتن به، والزم التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، تستغني عن طعامه وشرابه. وفي حديث عظيم الشأن يرويه لنا أبو أمامة رضي الله عنه يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كيف نواجه الجوع والعطش أيام الدجال، قال: قيل يا رسول الله فما يعيش الناس يومئذ، يعني بماذا يعيشون؟ قال صلى الله عليه وسلم: التسبيح والتحميد والتكبير يجري عليهم مجرى الطعام والشراب. رواه ابن ماجه وابن خزيمة عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. وقال ابن خزيمة: سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول، سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول: ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب، أو وهو يحفظهم القرآن. فما أعظم هذا الحديث الذي ينبغي أن يتعلمه الناس هذه الأيام، فإنه ينبني عليه عمل وهو مقاومة فتنة الجوع والعطش أيام الدجال. فالزم ذكر الله وقراءة القرآن وتعوذ قيام الليل من الآن في الرخاء يسعفك في الشدة. ومن التوجيهات أيضا عليك بحفظ سورة الكهف أو العشر آيات الأولى منها على الأقل، أو العشر الأخيرة لتقرأها على الدجال إذا ظهر لك، فلا يضرك شيء، فإذا رأيته ونظرت إليه فاتفل عليه فإنه شيطان، واقرأ عليه صدر أو خواتيم سورة الكهف تنجو منه بإذن الله الواحد الديان. من خلال هذا التوجيه على الأمة أن تعي أنه عليها واجب الاستعداد والإعداد والتدريب على تحمل الجوع والعطش والشدائد، وعلى اعتياد الوقوف في محارب التعبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. لن ينجينا إلا هذا أيها الأحبة، لن ينجينا إلا هذا الذي لسانه ليس رطبا من ذكر الله، وليس له وقفات، ليس له وقفات في ليله، وليس له اعتياد دعاء مع الله على مدار اليوم، فهذا يمكن ألا يثبت. تعود على هذا منذ الآن حتى تحفظ في الشدة به، وعود أسرتك على التقشف قدر المستطاع، واجعل لنفسك يوما أو يومين في الأسبوع تأكل فيها قليل الطعام وخشنه، أو لا تأكل فيها شيء أصلا، حتى تعود أبناءك وأسرتك على تحمل المجاعات القادمة، وعلى أن تكون وأسرتك من أسر الخنادق لا الفنادق. هذه توجيهات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها الأثر والنفع. هذا الذي يهمنا أيها السادة الآن، وليس المهدي على الأبواب أم ليس على الأبواب، سيظهر أم ليس سيظهر،
هو فلان ام علان. الذي يهمنا هو ان نعمل بهذه التوجيهات، وحينها ان ظهر المهدي فنحن رجاله، وان لم يظهر فنحن جند الله نقوم برسالة المهدي الى ان نلقاه، ولا يضرنا من خالف ولا من خذل، ولا يضرنا كل دجال على وجه الارض. عليكم بان تعرفوا هذه الحقيقة، ولا تشغلوا انفسكم والمسلمين بهذه الابحاث التي قرأت عشرات منها فازددت حيرة وازددت تخبط، مع انها في ذهني قد تكون مرتبة في كثير من اجزائها، ولكنني لست بجازم فيها البتة ولا اقطع فيها ابدا. فالاولى ان لا نبحث في تفصيلها، انما نبحث في الواجب علينا وماذا يجب ان نؤدي وكيف يجب ان نقوم. وحي بك ايها المهدي، حي هلا بك ان كنت على الابواب او ان كنت بعيدا بعيدا خلف الف حجاب، فانا جند الله سائرون على الطريق الى ان نلقاه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. ايها الاحبة، تتميما لهذا الموضوع، وبما ان المهدي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا ان نطرح موضوعا يتعلق بآل البيت. وسأطرح هذا الموضوع بشكل جريء وصريح وواضح تحت عنوان اهل البيت بين الاجحاف والانصاف. اهل البيت بين الاجحاف والانصاف، وبما ان المهدي منهم فلا بد ان نعرف من هم وما هو واجبهم وكيف علاقتنا بهم وما هي حقوقهم من خلال كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا موضوع وللأسف مهمش تهميشا كبيرا، والذين يطرحونه من زواياهم الخاصة والضيقة، وهذا لا يفي بالغرض أبدا. فسأعرف بآل البيت من خلال بطاقة واضحة المعالم مع معرفة الواجب المتعلق بهم وما هو الذي يجب علينا اتجاههم، وهذا سيكون في لقائنا القادم ان شاء الله في السبت المقبل ان ابقانا الله احياء. سيروا راشدين، جزاكم الله خير.